وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نعم، خمس أشياء: شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تخلية وتحلية حقيقة التوحيد، وشهد أن محمدا عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفا مخلوق، والجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا فيه أن التوحيد حسناته كثيرة تمحو بإذن الله السيئات. نعم، خمس أشياء في الحديث. نعم، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله، هنا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على وجه الله به سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. وفيه إثبات الإخلاص، لأن كثير من الناس نسأل العافية والسلام يقول لا إله إلا الله ولا تنفع، لأنه لم يرد بها وجه الله أي الإخلاص. إذن لابد من شروط لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، ومن هذه الأسنان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. نعم، هذا فيه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، والدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. ومن الأمور التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعاء. ولهذا أفضل دعاء دعاء من؟ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، أفضل دعاء الأدعية الواردة في الكتاب والسنة جامعة مانعة. موسى عليه الصلاة والسلام قال: علمني شيئا أدعوك به. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في ماذا؟ في الدنيا، في القبر، في الآخرة، في بدني، في مالي، في ولدي، تجمع خيري الدنيا والآخرة بكلام مبدوء بالتوحيد، مختوم بالتوحيد، فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن أفضل الأدعية أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الوارد يعني في الكتاب والسنة. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو إن السماوات السبع وعامرهن غيري. عامرهن غيري أي الملائكة يعمرون السماوات بذكر الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا أن نعمر هذه الأرض بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، تكفير للسيئات. نعم. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بعد أن ذكر وجوب التوحيد، وعرفت أن التوحيد واجب وأول واجبات وأوجب الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق. الآن تشوقت، قال: خذ التوحيد الآن. كيف تحقق التوحيد؟ أريد أبين لك تحقيق التوحيد حتى تحقق التوحيد، تنقح التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر الأصغر، ومن البدع، ومن المعاصي. تحقيق التوحيد تخليص التوحيد. كيف نحقق التوحيد؟
قول عمل اعتقاد. كيف نحقق التوحيد عند المؤلف رحمه الله في قراءة الباب؟ اقرأ علينا. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، نسأل الله من فضلك. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، أمور ستة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام يقتدى به. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، أمة إمام يقتدى به، قدوة في عبادته، في توحيده، في دعوته، في صبره، في إبراهيم الذي وفى، خليل الله، أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أمة إمام يقتدى به. هذا الأول، إن إبراهيم كان أمة قانتة كثير الطاعة مع الدوام عليها، أدومه وإنقل لله إخلاص، قانتة لله حنيفة مقبل الله مدبرة عن الشرك، ولم يكن من المشركين، البراء من الشرك وأهله. السادس شاكرا لأنعمه، لم يجحد النعمة ولم يكفر النعمة، والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. إذن أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر عنه أمور ستة، فلا بد للموحد أن يقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الستة حتى يحقق التوحيد. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، خاف أنهم يظنوا أنه كان في قيام الليل، لأنه غالب سهر هؤلاء في هذه الأيام كانت في قيام الليل، فخاف أنه يظن به أنه كان يقوم الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا أمدح بما ليس فيه، ولكني لدقت لدقة حية وعقرة. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت من إنسان يقرأ علي. قال ما حملك على هذا؟ يا أخواننا أدب، الصحابة السلف الصالح أدب في المناظرة. ما قال إيش دليلك؟ من أين لك هذا؟ قال ما حملك على هذا؟ شوف الأدب في المناظرة الآن، فيسأل قال ما حملك على هذا؟ نعم. قال نعم. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ وما حدثكم، أيضا أدب في المناظرة الآن. نعم. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يعني ليس معنى الحديث أن الرقية محصورة فقط في العين يعني الحسد، والحمى لدغة كل ذات سم حية وعقرب. لا، معنى لا رقية يعني لا علاج ولا دواء أنفع في العين والحمى من الرقية الشرعية، مع ثبوت الرقية الشرعية في غير العين والحمى كالسحر مثلا أو غير هذا أو حتى الأمراض الحسية. نعم. قال الآن الأدب في المناظر، هذا الآن ذكر الدليل، فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كأنه يقول له حديثك هذا حديث حسن لكن عندي أحسن من هذا، وأنت تركت أعلى شيء، خرجت من 70,000 الآن بطلب الرقية، وكان الأصل ألا تطلب الرقية حتى لا تخرج من 70,000. نعم. فقال له قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه منقب للنبي صلى الله عليه وسلم، مناقب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب للأمة، الإسراء والمعراج منقب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنقب منقب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد نتعلم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9. نعم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا الشاهد هنا في تحقيق التوحيد، أراد أن تحقق التوحيد وتبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك ولا تقتر بكثرة الهالكين. نعم.
إذ رفع عليه سواد عظيم. إذ رفع عليه سواد عظيم، وهذا فيه فضل موسى عليه الصلاة والسلام أن أصحابه كثر. نعم. فظننت أنهم أمتي. لأن بعض الناس يظن أن اليهود الذين في زمن موسى عليه الصلاة والسلام يعني ما استجابوا، استجاب كثرة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة عندنا تطلق على أمة الدعوة، هذا تشمل المسلم وغير المسلم، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته. وفي الصحيح سد الأفق، سواد عظيم سد الأفق. إذن هذا في منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة للأمة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم عدد وعمل. عدد، أين العدد؟ سواد عظيم 70,000، وعمل، ما العمل عندهم الذي تميزت به هذه الأمة عن الأمم السابقة؟ لا يسترقون. قال أنت طلبت الرقية، هذا الشاهد في الرد عليه، لا يطلبون الرقية، لماذا؟ توكل على الله. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون الكي معروف، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون لا بأشياء مرئية أو مسموعة أو بأزمنة أو بأمكنة أو بأرقام أو بلباس، سيأتي معنا باب كامل في التطير. لماذا؟ قال وعلى ربهم. تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، لا يتوكل إلا على الله، صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم. نعم، ذكروا أشياء. إذن هنا المناظرة والبحث العلمي يصح، بدوا يبحثوا من هؤلاء. نظروا الصحابة رضي الله عليهم وقالوا أنه ما يمكن يحصل هذا الفضل إلا أهل التوحيد. الأشياء اللي ذكروها كلها بالتوحيد، وذكروا أشياء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابة، لا، أرادوا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الطلقاء ولا ولدوا في الإسلام ولا مشركوا بالله، كل ما يذكروا يذكروا أشياء في التوحيد. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم هذه المذاكرة في العلم. نعم. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.